لكن انت شخص مهتم بمجال التعليم، ام اب استاذ مربي مربيه، عندك مركز مدير تربوي موجه، فهذا المؤتمر مهم بالنسبه لك لاننا غادي نشوفوا فيه مهنه الكوتشينغ المدرسي. شحال ديال الوقت وشنو هما التطبيقات اللي خاصك باش تكون كوتش مدرسي محترف؟ هذا الملتقى مهم جدا بالنسبه لك حيتاش غادي تتعرف على اهم الانشطه اللي خاصك تكون كتقنها واللي خاصك تكون كتدرب عليها ككوتش مدرسي، بحال المحادثات مع العملاء، إعداد جيد للدورات التدريبية، وأيضا إتقان الحلول والمشاكل المدرسية، ومجموعة كبيرة من الأنشطة المهمة. وأيضا الحاجة اللي غادي نركزوا فيها بزاف في هذا الملتقى هذا، شنو هما الصعوبات لأي واحد كيبغي يمارس هذه المهنة ديال الكوتش المدرسي، وكيفاش يتخطى هذه الصعوبات، بحال الخجل، الحشمة، ضعف الوسائل، ضعف المعلومات، وكذلك المراحل والاستراتيجيات اللي خاصك دير باش تقن هذه المهنة هذه. وكذلك غادي تكتشفوا معنا الخلاصة ديال الأدوات والوسائل اللي خاصك تقنها واللي خاصك تخدم عليها باش تكون كوتش مدرسي محترف. خلي الرقم ديالك في هذا الرابط هذا اللي لتحت، حيت المقاعد جد محدودة والدوام مفتوحة للجميع.